يابيان كود احنا بدأنا في الماتش بشكل كويس جدا وتقدمنا بهدف بعد 13 ثانية، دي بداية مميزة جدا، بس بعدين احنا الأداء بتاعنا بدأ بالتدريج يتناقص والخصم بتاعنا أخذ زمام الأمور مننا. القيادة في الملعب احنا تركناها للخصم وتسببنا في أخطاء كتير جدا وتركنا لهم مساحات واسعة جدا، وكان نتيجة الأداء والتراجع في الأداء ده ان هم سجلوا التعادل. كان توقيت التعادل كان توقيت برضو صعب، ان هو في الوقت الإضافي من الشوط الأول احنا ما كناش دفعنا كويس، بدأنا الشوط الثاني وبرضو تقدمنا بجول، بس الأداء برضو ما كملناش على وتيرة اللي احنا كنا متعهدين عليها ومفهمينها للعيبة، ان احنا نضيق المساحات بيننا في الدفاع وفي الهجوم، نكون مركزين اكتر من كده. ملعبناش برضو رغم التقدم الكورة اللي احنا عاوزينها، ولكن في النهاية المهم بالنسبة لنا والشيء الايجابي ان احنا قدرنا نكسب الماتش وتأهلنا للمباراة النهائية. بس في براوكن احنا مش محتاجين لا طبيب نفسي ولا الكلام ده كله، كل اللي محتاجينه ان كل لاعب من لاعبتنا ان هو يطلع احسن ما عنده، لان الفريق فيه كواليتي كتير جدا، ان هم يأدوا في الجري نشوف ان هم والتركيز بتاعهم يعلى اكتر من كده، واحنا محتفظين بالكورة واحنا في الدفاع بنضيق المساحات، الدقة في البساطة انا ركزت وقلت اكتر من مرة ولسه الكلام ده لسه بنشتغل عليه، ان احنا نكسب الالتحامات ده شيء مهم جدا وبنشتغل لسه عليه. في الماتش اللي لعبناه ضد الزمالك وما وفقناش فيه في السوبر برضو ما قدناش كويس بالشكل المطلوب، احنا نأمل ان احنا نوصل اللعيبة للمستوى اللي هم يقدروا يطلعوا افضل ما عندهم في الفترة الجاية. يا عظم ارسي براوكيس. بالنسبة للشق الأول من السؤال اللي هو عن أرض الملعب اللي احنا هنلعب عليها الثالث أو رابع فاينل على التوالي، هو بيقول هو ده صحيح السؤال، بيقول ان طبعا دي حاجة احنا عارفينها، ولكن في النهاية ده مش استاد القاهرة اللي هو الملعب الرئيسي بتاعنا. السنة اللي فاتت احنا كسبنا واحنا سعداء ان احنا كسبنا على ارض الملعب ده، بس ده مش معناه بصوره بديهيه ان احنا علشان عامل الملعب وان احنا والحقيقه ان احنا لعبنا عليه وكسبنا عليه ان ده هيخلينا هيدينا ميزه، وان احنا هنكسب الماتش بدون مجهود وهيكون ميزه عاليه على خصمنا. الشق الثاني من السؤال بالنسبه للتاهيل النفسي لمباراه الزمالك بعد الخساره منهم في السوبر الافريقي، بيقول ان طبعا احنا كان عندنا خيبة أمل كبيرة في داخل صفوفنا، خاصة ان انت لما بتخسر ماتش بضربات الجزاء بيكون عامل مش يعني ده مش الطبيعي ان انت ما عندكش فرصة للتعويض في الماتشات دي. احنا عندنا عاوزين نرد الاعتبار في الماتش ده هوت، والخسارة تقريبا من اسبوعين او ثلاث اسابيع كانت موجودة، اللعيبة عارفين الكلام ده كويس وعاوزين يساعدوا جماهيرهم ويثبتوا ان هم في افضل فورمة، واحنا بنتمنى ان الاداء في الماتش ده يكون عالي بما فيه الكفاية بحيث ان احنا نكسب الماتش ونتوج